وفي نشرة سابقة قالت سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن المرأة البحرينية حظيت في عهد جلالة الملك المفدى بدعم لا محدود، حيث إن الميثاق رسخ حقوق المرأة البحرينية خاصة في الجانب السياسي. الميثاق جاء مرسخ لقاعدة انطلاقة مملكة البحرين تاريخ الحديث والعصري، وهو ميثاق الإنجازات والمكتسبات الوطنية في عهد جلالة الملك الزاهر. طبعا بالنسبة للمرأة البحرينية في هذا الميثاق، يعني والله الحمد، أول شيء أن المرأة البحرينية حظيت بدعم لا محدود من لدن جلالة الملك، فكانت توجيهاته سامية بضرورة إشراكها وتمكينها ومنها التمكين السياسي للوصول للبرلمان. طبعا كان يعني نقلة نوعية بالنسبة للمرأة البحرينية، وجاء هذا الميثاق مترجم لهذه الرؤية الثاقبة بأهمية تمكين المرأة وشراكها في التنمية الوطنية الشاملة. هذا الميثاق بحق يعني رسخ حقوق المرأة البحرينية ومنحها كافة حقوقها السياسية، وأصبحت شريك فعلي وفاعل في صنع القرار السياسي ومنها طبعا في السلطة التشريعية. لذلك المرأة بفضل هاي الدعم الحقيقي من جلالة الملك حفظ الله ورعاه حققت حضور قوي في السلطة التشريعية وحظيت مناصب مهمة. وما ننسى دور المرأة المشرعة المهم في الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركتها الخارجية لتمثيل البحرين على المستوى الخارجي. طبعا يعني لا شك ان يعني بفضل الميثاق ودعم جلالة الملك ومشروعها الإصلاحي، وجود المرأة كان في العمل التشريعي إضافة جديدة وعامل قوة، وأضاف الجودة على مخرجات المؤسسة التشريعية. والله الحمد، أنا أعتقد أن المرأة البحرينية أثبتت أنها جديرة بهذه المشاركة في بناء هذا المستقبل، مستقبل البحرين، مستقبل الوطن.